انا طالع عند الحاج عفاف علشان انضف لها الشقه. مين الحاج عفاف ده؟ الحاج عفاف صاحبه الشقه المفروشه عشان جاي لها زبون. طالعه تنضف شقه الاستاذ عفاف. انا عرفتك يا بنت، انت خدامه. قطع لسانك، انا اسمي مديره منزل. ايه يعني المهنه اتغيرت؟ ايه بقيتي اتش ار؟ ما انت خدامه برضك. حسن ملفظك يا هبل انت يا بنت. طب بقول لك ايه، خدي منك يعني طلعتي خدامه، انا عاوزك في خدمه. ايه هي؟ ايه رايك تمسح السلم من فوق لتحت كده ويبقى اسمك مديره سلم بحاله؟ مديره السلم راحت، مديره السلم جت. بوزيشن بوزيشن. وانت اتكسحت ولا ايديك اتشلت ولا بتتدروش ولا ايه قصتك بالظبط يا بواب؟ انت بتمسحه. يخرب بيت ابوك، انت هكرني نفسك بيا؟ تروح فين بشكارتك وسط التلاليس يا بيت؟ يا بيت انا واخدني كبر الجد، انا والد 24 ناجح. لما كنت انزل الترعه في بلدنا كانوا يقفلوا البلد من اولها لاخرها، وكنت ايه كانوا كمان يشيلوا السمك اللي في الميه عشان بيزغزغني. ليه بقى تمساح ولا ايه؟ لا يرحمك، عشان والد عمده. وايه اللي يخلي ولدي العمده يشتغل بواب؟ اخرس قطع لسانك، اسمها مدير امن العقار. وانت كده يعني رقيت نفسك بقيت محلل في الدوري الانجليزي؟ ما هي بواب برضو يعني.